السلام عليكم، هلا فيكم فلوق جديد. طبعا طولت ما صورت، فلوقات ماشيه بتسلسل، لكني انا من زمان ما صورت. تميت شهرين في السعوديه من اخر فلوق اللي شفتوه اللي هو قبل اسبوع تقريبا. انا قطعت الاصل شهرين، وصلت امريكا من امس، فالحين 1 الظهر توني صاحي. وفي اشخاص الحين بوريكم اياهم اللي كانوا متابعني من بدايه الفلوقات. اول تقريبا 20 فلوق كنت اطلع مع واحد شبه يوميا، خصوصا في رمضان نتمشى. وهم تقريبا 3 اشخاص انقلوا وراحوا ولايه ثانيه، جايين لنا الحين جسر عندنا شوي هنا. فبوريكم اياهم شباب راجعين بوزمن، تتذكرونهم الحين؟ كم لك؟ سنتين تقريبا. اللي بدا الفلوقات تقريبا اول 20 فلوق بداياته تقريبا من البدايه عبد العزيز القناص، تذكرونه؟ كنا يوميا نطلع مع بعض على الهايلايت، تذكر الهايلايت والدونتون نتمشى، والولمارت كان في جهه حق الالعاب، كل ما نحاسب نروح نجلس هناك في المساء. رجعوا لهم كم لقنا؟ اسبوعين ترى؟ اسبوع. واليومين ذي اللي بيرجعون منطقتهم. فطلعنا الحين بنروح نتغدى وبنروح كذا مكان. شوف شوف احمد. نعيما. يا ملايك يا ملايك يا اخي. الله. والسلطات فواكه. الحين شو اللي جاي لهم؟ عبد الله يبون. عبد الله عندهم حفله اليوم في الخيل حقه. اوكي. تمام. فبنظبط له سلطه فواكه. قد سويت له اكثر من سلطه وعجبته. برتقال، تفاح، برتقال، اي يمشي معي يمشي معي. شو اللي بتحطه؟ تفاح. زين، عصير تفاح بس؟ موز. موز افوكادو. لا افوكادو ما تجي معه. سلطه فواكه اناناس واحده. ليش كثر انتم؟ لانه احنا بنشتري 15 شخص. ليش هذي؟ حط جرب ذي حطين. حط لهم عدس. بعد ما سويت المقلب هذاك اي واحد الدوتان ولا شحس، واحد يرفس ببطي هو حط لك مسهل صح؟ هذا مقطع. شوف خذ ذي وحط فيه الفواكه هنا، يصير لا كذا الفواكه يصير كذا تاكل كانك هواي. حصل المياه مش مسكر. خلاص خذ لك. شوف بيتزا ذي بيض. شنو؟ اي والله ذا بيض. شو عندي؟ شلا شلا زهقانين هنا في الصيف يسوون اي شيء. شو اسمها زين؟ بين ديبس. شفت اسمه بين ديب ذي اللي احنا تحت شنو؟ فول. فاصوليا ما ادري. فول فول فول. شوف هذا السلطه ايش حراق خله كذا حق باربيكيو ذي. والله كذا كثرت خلاص خلاص كذا كان الحين ده سناك يصير كذا. اي سناك تفك ذا تكب جوا تاكل. اوكي اي صحيح والله ادري. شفت وهذا الملاعق هنا بعد. ما في شمس بس إضاءة. السلام الرحمة. بس صوتي مساء النور خير نعمة أحلى غسيل. أنا عند الألبرسون في بيوت طالع في بوزمن في بلغريد. والله معي القرناس خلاص ومعي أحمد خواجة الله يشغل في عمره يا ولدي. وصلنا المزرعة اللي يجي فيها عبد الله الشطي يجي هنا يتدرب على الفصل. شوف عبد الله الشطي هناك. لا مشغلها تو هو. شطي اللمبات شغالة شطي. وين انت يا معود ايش فيك تمشي كذا؟ مطر اي مطر ما ادري مطر ما ادري شنو كلهم قردون يتسقفون بعدين. انا جايب السلطة الحين انت يا معود وقطع السيارة بسرعة يا معود احنا ما راح نتغدين عشان جينا لك يا معود. السلام عليكم. هلا. وين غلاف؟ كان موجود في ذيك المرة. طار في الطريق. عندك بتخرج اليوم؟ لا. شو عندكم؟ كذي مسويين باربيكيو وعازمين الشباب. يطيح مطر ترى، لا والله يطيح مطر صدق. طب بس انه ما في هنا غيوم. كاتب على شنو المطبخ منه ده؟ مطبخ لا كاتب معين بحمد. مطبخ الروي. معين بحمد. عشان ما ينساه. ها اروح انا؟ مسكه 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 من اذانه. وده الثاني ذا عاقل ذا ما بتعرف تمشي. شفتك مسوع مشيتك ما ادري شلون والله. كل من الصبح الساعه كم وانا قاعد من النوم كاتشين كاتش هذا تقول لي
وبعدين هي يعني هو هذا قال لي يعني اليوم انا بس ترى حط عليك. ليش؟ يقول امس خليتك على راحتك. انزين اليوم قاعد كل حركه اسوي يقول لي لا 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 مو كذا اي مره ثانيه والله انا اسوي تمرين 6 مرات 4 خلاص شهر شيء تحت اقدر اصور يسالوني اسئله انا حسد في قلب نبي طبعا القصة شنو؟ شفتوا يا عبد الله عزمته اللي يجي عندها هنا يتدرب مسوين حفلة. احنا قبل شوي كنا يمها شفتوا قالت لي تعال فما اتوقع اقدر اصور برجع لكم بعد ما نخلص الحفلة. والله نسيتكم نسيت الفيديو نسيت كل شيء جالي النوم طبعا الحين مغربية عندنا مثل ما تشوفون سبع مرة زرقاء فتوها غاربة اتوقع ان فيديو بسيط وسوي جاي من امريكا يعني. الى الان ما رحت الوالمارت ولا شريت اغراض ولا سويت اي شيء رتبت ملابسي اللي جبته من السعودية بس باقي كم شيء خلاص ما راح انام الحين بعد بكرة ففي نهاية الفيديو ده ما اتوقع في الويك مو كامل بس هذا يوم يعني ما سويت اي شيء ففي نهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تشجعني وتهمني. السلام عليكم.